أعزائي المشاهدين، طاب مساؤكم وأهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة وحلقة من برنامجكم أعلام موصليون. وكما عودناكم في كل حلقة أن نكون في واحة، في واحة علم من أعلام الموصل، علم ترك بصماته في فناءات وفضاءات هذه المدينة، علم لم يغب عن الذاكرة. اليوم نحن في واحة جامعية، في واحة علمية، في واحة أقل ما يذكر عنه أنه من مؤسسي جامعة الموصل. اليوم نحن في واحة المرحوم الأستاذ الدكتور نجيب خروفة، الذي كان يشغل نائب رئيس جامعة بغداد في الموصل، وعميد كلية الهندسة، والذي كلف بتشكيل وتأسيس الجامعة الكبيرة في الموصل، جامعة الموصل. يشاركني في هذه الحلقة السيدة الأستاذ المساعد سهير نجيب خروفة. أهلا وسهلا بك، وأنت اليوم في واحة الغالي والعزيز المرحوم الوالد، الله يحفظك، رحمة الله عليه. شكرا. كما يشاركني في هذه الحلقة ضيفي وأستاذي العزيز القدير الأستاذ الدكتور هاشم الملاح، فأهلا وسهلا بك. أهلا وأنت وسهلا. من شجعتني واقترحت علي أن لا ننسى المرحوم نجيب خروفة، فأهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا. نبدأ حديثنا مع ابنة نجيب خروفة، ست سهير. أنت أستاذة جامعية متقاعدة بناء على طلبك. نعم. ودرست في كلية الهندسة كما أعلم. أنت اليوم في واحة الوالد، من أين تبدأين الحديث عن الوالد رحمه الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة الموصلية الفضائية لاستضافتي في هذا البرنامج، ونشكر الدكتور فارس لاستضافتنا، ونشكر الدكتور هاشم الملاح لأن أعتبره خط الدفاع الأول عن الوالد. دائما كل ما يجي ذكره، كل ما يجي ذكر جامعة الموصل وبداية التأسيس واستحداث الجامعة، هو يتكلم بالمعلومات اللي هو تعايش بها، الرائد وهو الدكتور. صادق وقد عاش. نعم. الأحداث. نعم. فكلمته هي المسموعة عن هذا الموضوع. الحقيقة الوالد نجيب خروفة من عائلة الموصلية المعروفة، عائلة خروفة. والده هو سليمان محمد يونس خروفة، وهو كان يشغل منصب شيخ الصاغة في الموصل. كان يؤتمن على الذهب في جميع المحلات بنهاية، يعني من تغلق المحلات في موعد معين، كل صايغ يجيب الذهب مالته بكيس بشعبيش كان حطه، وكله يرفعوها عند جدي الله يرحمه. ظهر كان عنده يعني مع فياخذها على البيت لو عنده فتقازة معينة. وكان دائما من يجون من البنك ياخذون من عنده السعر مال الذهب يوميا، لأن كان عنده راديو في المحل، ظهر يعني راديوات ما كانت بكل المكانات. نعم. فيوميا هو يعطي سعر الذهب. جدي لديه 4 أولاد ذكور، عمي الأكبر الحاج يحيى خروفة وهو صائغ، وعمي الآخر الحاج داود خروفة وهو أبو زوجي أيضا هو صائغ، وعمي الثالث صديق خروفة كان عسكري
بالجيش، توفى حقيقة يعني. نعم. يعني عمره 50 سنة هكذا. والوالد وهو الأصغر بين إخوته، وأعمام الكبار أيضا زاولوا مهنة الصياغة بعد وفاة جدي. تولد الوالد رحمة الله عليه؟ الوالد يعني 5 شباط 1921. آه. أعمامي. نعم. بالبداية 1900 يعني. نعم. أكو فرق، هو الصغير أصغر. نعم. إخوته. أي. وأعمامي إضافة إلى شغلهم في الدكان وفي الوزن كانوا يشتغلون في بنك الرهون. أكو بنك. نعم. بنك الرهن. نعم. كانوا يتناوبون، كان دائما مهمتهم أن يذهبون يقدرون قيم الذهب اللي يجي حتى يعرفون عيار الذهب وقيمته. قبل كان المرأة إذا احتاجت ممكن أنه ترهن الذهب في البنك وتأخذ مبلغ، وبعدين من تغيد ترجع المبلغ وتأخذ الذهب. فكان هي مؤتمنين على هذه المهمة لسمعتهم الجيدة ودقتهم في العمل. يضرب بهم المثل وبميزان ابن خروف، ومعروف. نعم. ولا زال إلى هسه يعني. نعم. دائما حتى أنا مع طلابي أوقات كان يجون علي ويعترضون، وهاي ستعي على هذه أقل ما هذا ميزان ابن خروف. الدرجة. الحمد لله يعني سمعة جيدة، وإن شاء الله حافظنا على الأمانة. الوالد هو شخص علمي من صغره، كان يحب يعني كان نظره شوية عنده، هو كان لقاله عدسات ويقرأ بيها ويعمل، يحب القراءة. أنهى دراسته الابتدائية 5 سنين لأنه كان حفظ القرآن عند الكتاب ما شاء الله، وأنهى الدراسة الثانوية عام 1939، وكان من المتفوقين تسلسله الثالث على العراق. بعد ذلك سافر في بعثة إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وعاد إلى العراق عام 1943. والحقيقة هو التقى بكثير من الشخصيات، واللي فيما بعد أنا بعد قبل هالمقابلة جمعت معلومات، فالتقى كثير من الشخصيات المعروفة من أصدقائه والعلماء الموجودين، لأنه كانوا موجودين في الجامعة الأمريكية في بيروت، منهم الدكتور جميل ملائكة والدكتور خضر عبد الغفور وعدنان الباتشاتشي، دكتور عدنان الباتشاتشي، وكثير من الشخصيات كلهم شفتهم نفس مواليده 1921، مو نفس كلية الهندسة بس كان زامنونه يعني. نعم. جامعة. نعم. فظاهر يعني من العراق. نعم. متزامنين. وعندما عاد الوالد بشهادة البكالوريوس ذكر في أحد المقالات أنه كان واحد من 8 مهندسين عراقيين معروفين في العراق. ما شاء الله. عاد إلى مديرية الري، تعين في دائرة الري عام 1943، واستمر بها إلى سنة 1953. في البداية كان مسؤول عن الإشراف على تنفيذ التصاميم ويتابع التنفيذ، وبعد هذا في السنين الأخيرة قام هو يقوم بعملية التصميم لإتقانه العمل ويعني جودة أو الثقة بعمله وحساباته. سنة 1950 إلى 1953 تم تنسيبه إلى كلية الهندسة للعمل بدوام جزئي. الظاهر هو كان يطلع في بعثة ويطور معلوماته. فسنة 1953 تم نقله كليا إلى كلية الهندسة في جامعة بغداد، استمر فيها لمدة 5 سنوات إلى سنة 1958. و 1958 سافر مع العائلة، يعني أنا كنت موجودة وأخي والوالدة، إلى هولندا في بعثة، وحصل على شهادة الدبلوم العالي اللي هي تعادل الماجستير في سنة واحدة من جامعة دلفت في هولندا، وهذه الجامعة تعتبر واحدة من أفضل 10 جامعات في العالم. نعم. وبعد هذا حصل على بعثة لدراسة الدكتورة، اشتغل سيارة مرسيدس سنتها من هولندا وشحنها إلى أمريكا وسافرنا يعني مباشر كمل. ايه رأسا ما رجع العراق. لا لا ما رجع، خلص بال 59 خلص الدبلوم يعني اللي هو الماجستير، وسافر إلى ولاية يوتا، جامعة يوتا في لوغن، ومدة 3 سنوات أنهى دراسة الدكتورة ما شاء الله. عام 1962 حصل على شهادة الدكتورة من جامعة يوتا. ومن الأشياء اللي يجب أن نذكرها أنه كان ذكرها قدامنا أنه أحد الممتحنين في شهادة الدكتورة
كان هو هانز ألبرت أينشتاين، ابن العلامة النظرية النسبية ألبرت أينشتاين. أنا بحثت عنه طبعاً، يطلع هو عالم في الهيدروليك والهندسة، ويعني هذا فد شهادة حلوة. نعم. ايه. بعد هذا عاد إلى جامعة بغداد، هو أكيد طالع من الجامعة، وتم تعيينه كأول عميد لكلية الهندسة في الموصل. نعم. جامعة الموصل بعد ما كانت موجودة، كليات مجمع. وعين أيضاً من قبل رئيس الجامعة عبد العزيز الدوري كنائب رئيس جامعة بغداد في الموصل لكي يتولى عملية استحداث عدد من الكليات ممكن أن تجمع في ما يسمى بجامعة الموصل فيما بعد. نعم. وأتذكر بشكل جيد أنه يعني كان يبذل مجهود كبير، يعني بين بغداد والموصل بوقت السفر ما سهل، يعني يمكن 9 ساعات بالبر، يعني أتذكر كنت صغيرة يعني أروح وأجي معانه، فكان دائما لأنه كنائب رئيس جامعة يحتاج أنه يروح ويجي معكم مثل هسه التواصل، فدائم السفر بين بغداد والموصل. وأول ما استلم العمادة كان في بناية في كلية الطب، لأن هي الكلية الوحيدة الموجودة، وبدأ يتصل. يعني عملية استحداث الكليات من شيء ما موجود هو عملية جدا صعبة، ولكن بما أنه هو من أهل الموصل أكيد كان يعني يحب ومصر. نعم. ويحب أنه يقدم عمل ملموس لهذه الجامعة. يعني الجزء اللي يتعلق بجامعة الموصل أنا أطيق أحكينه، بس يمكن دكتور هاشم يحكينه بدقة أفضل من عندي. ما تمام؟ الله يحفظك. نعم. دكتور هاشم يعني ممكن أنه تعقيب أنت ونقطة نظام. نعم. نعم. في الحقيقة يعني سمعنا إلى عرض دقيق وتفصيلي عن سيرة المرحوم نجيب خروفة من ابنته التي عاشت إلى جانبه وتابعت بتفصيل دقيق تفاصيل حياته، وقدمت لنا صورة جميلة عن أسرته الكريمة، أسرة الخروفة. وإذا كان لباحث أن يستنتج شيء من هذه السيرة ومن مسيرة هذه الأسرة، فلا شك أنه سيلاحظ أن هذه الأسرة اللي اتسمت بالأمانة والدقة في العمل لابد أن يقف تقف وراءها قيم أخلاقية عالية. أكيد. ليس كل إنسان أكيد. يستطيع أن يكون أميناً ودقيقاً وصادقاً ويحوز على ما ثقة لم يمتلك ويحوز على ثقة جميع الناس. نعم. فإذا هذا السلوك اللي طبع حياة هذه الأسرة الكريمة وجعلها مضرب الأمثال في أكيد. الدقة والأمانة والصدق الحقيقة، يعني على الدقة إذا كان في مجال الدرجات، في مجال العلم، في مجال الوزن، في أي مجال، يعني هذا يعني كمعيار رأساً هذا المثل ميزان ابن خروفة. فإذا ابن خروفة دكتور نجيب خروفة هو ابن هذه الأسرة، و بالتالي نشأ على هذه القيم الأخلاقية العالية منذ طفولته. نعم. ثم بدأ العلم يصقل شخصيته، تدرجه في الدراسة إلى أن أكمل الدراسة الإعدادية بخمس سنوات كملها. نعم. ثم بعد ذلك الدراسة الجامعية بالثانوية كان الثالث على العراق، والدراسات العليا ما شاء الله. كلها تعلم الإنسان أيضا الدقة والأمانة والصدق في التعامل. نعم. هذه الصفات العالية طبعت شخصية الدكتور نجيب خروفة منذ تعرفت عليه. منذ تعرفت على هذا الرجل لأول مرة أدركت أني أمام شخصية ليس فقط علمية وأكاديمية، إنما شخصية أب وشخصية شخص ذو أخلاق عالية يتسم بالصدق والأمانة ودماثة الخلق والحرص على هذه المدينة التي نشأ فيها وجذوره تمتد عميقاً في تاريخها. لكن قبل أن أعرض تجربتي الشخصية مع هذا الرجل الكبير، لابد أن أشير إلى أننا كثيرا من الأحيان حينما نسرد التاريخ نسرده وكأن الأحداث جرت بطريقة سحرية، كن فيكون. رأسا جت الجامعة. كثيرين من اللي يكتبون عن الجامعة وعين الدكتور نجيب خروفة نائبا لرئيس جامعة بغداد في الموصل، فأنشأ كلية هندسة وكلية العلوم وكلية الزراعة، كأنما إنشاء خبر وكأنها كن فيكون.
الحقيقة اللي عاش إلى جانب الدكتور نجيب خروفة واللي عاش ظروف ذلك الزمان يدرك مقدار المعاناة التي عاناها وهو يخطو خطوة خطوة من أجل بناء الجامعة. حينما جاء إلى الموصل لم يكن لجامعة الموصل مباني ولا مقر لرئاسة ولا كادر وظيفي، جاء داوم في غرفة في كلية الطب وبدأ يجمع كادر إداري في البداية بسيط مؤلف من 7 أو 8 موظفين، قسم منهم نقلوا من كلية الطب وقسم منهم جاءوا من المحافظة، وشكلوا النواة الأولى التي سيعتمد عليها دكتور نجيب في تكوين الجامعة. هذا الرجل كلف في البداية أن يدير كلية الطب اللي أسس سنة 59 وكانت في البداية مرتبطة بوزارة الصحة، ثم نقلت تبعيتها إلى جامعة بغداد سنة 60، وكانت لم تخرج بعد أحدا، فتولى إدارتها والإشراف على أموره. وأتذكر كان يعني عميدها شخص طبيب من بغداد، وبعدها استبدل فحل محله الدكتور عبد الفتاح الملاح. نعم. دكتور نجيب كان بعهدته أن يدير هذه الكلية ويؤسس مقر له للإدارة واللي سيصبح اسم نائب رئيس جامعة الموصل، واختار له موقع يقع في ملتقى عد الشوارع في منطقة الدواسة. ويبدأ بتأسيس كلية الهندسة اللي عين عميدا لها. قبل أن تنشأ طلب أصبح عميد هندسة لا وجود لها، فإذا عليه أن يخلق هذه الكلية أن يؤسسها. ثم وهذا كان في خريف سنة 63، ثم طلب منه في نفس الوقت أن ينشئ إلى جانبها كلية علوم أيضا في خريف 63. هذه العملية يعني عملية لو يكلف أي شخص من عندنا في هذا الوقت سيجدها أنها عملية شاقة جدا. من أين يأتي بالمباني؟ من أين يأتي بالموظفين؟ بالأساتذة؟ المناهج؟ وبوقتها ماكو يعني شهادات العليا، وين موجودة قليلة. فإذا كان على هذا الرجل أن يكافح على أصعدة كثيرة، وفعلا تحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية وأدار أسس كلية الهندسة وكلية العلوم في منطقة المجموعة الثقافية. والمجموعة الثقافية كما يعلم الجميع هي لم تبنى من أجل جامعة الموصل، وإنما هي أنشأتها وزارة المعارف، وزارة التربية، التربية، ومن أجل إنشاء ثانوي الزراعة وثانوي الصناعة ومع دار معلمين ابتدائية. ثم بني إلى جانبها 8 بلوكات كبيرة متوازية كي تكون أقسام داخلية للطلبة. في ذلك لحسن الحظ كان عدد الطلبة في هذه المدارس 3 قليل وما شغلت كل المباني، فاتجه دكتور نجيب إلى وزارة التربية طالبا منها أن تعيره أو تسمح له باستخدام هذه البلوكات لتكون مقرا مؤقتا لكلية الهندسة. كلية الهندسة يعني كلية الهندسة والعلوم، وسنبدأ نشغل واحدة بعد الأخرى حينما تنشأ كليات أخرى. فإذا دكتور لو سمحت لي إلى هذه النقطة لأنه مرحلة جديدة ستكون. أستميحكم عذرا، لدينا فاصل قصير ونعود إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود وإياكم ومع ضيوفنا الأعزاء. أعزائي المشاهدين عدنا وإياكم ومع ضيوفنا الأعزاء، عدنا مرة أخرى مع دكتور هاشم. أستاذي العزيز، يعني وصلت إلى نقطة
هي نقطة البداية بتأسيس جامعة الموصل. نعم. اللي اسمه بلوكا. فبدأ يعني القبول، بدأ القبول للطلبة في خريف سنة 63. نعم. وداوموا الطلبة المقبولين. تذكر كيف كان القبول دكتور؟ يعني أيضا ضمن إعلان وكذا في ذلك الوقت. نفس الشروط، نفس الشروط القبول في جامعة بغداد. نعم. يعني خريج طلبة الإعدادية يتخرجون ويقدمون طلبات على الالتحاق بالكليات اللي يريدوها، وتطلع نتائج القبول حسب الأولوية في المعدلات والطلب. كان يعني جامعة بغداد جامعة الموصل؟ لا بعد ما كان جامعة ما كانت الموصل. يعني الكليات هي بدأت هذه المرحلة تأسيس جامعة الموصل وجامعة البصرة في نفس الوقت. جامعة يعني نعم. المرحوم الدكتور عبد العزيز الدوري نعم. لما أصبح رئيس جامعة بغداد في سنة 63 بعد ثورة 14 رمضان نعم. كان حريص على أن يوسع التعليم العالي. نعم. فجامعة بغداد الأم بدأت تحاول أن تكون لها أجنحة، فروع. نعم. فرع في الموصل وفرع في البصرة. نعم. في نفس الوقت، فاختير الدكتور نجيب خروفة أن يذهب إلى الموصل لتأسيس جامعة الموصل. نعم. واختير شخص آخر أن يذهب إلى البصرة لتأسيس جامعة نعم. البصرة. فدكتور نجيب لما جاء للموصل وقام بهذه الخطوات في خريف 63 تم التقديم على كلية، يعني صار عندنا ثلاث كليات، عندنا طبية وعندنا هندسة وعلوم. وعلوم نعم. طلعت نتائج القبول، الطلبة داوموا سنة 64. نعم. فإحنا في 64 كان دكتور نجيب خروفة يدير هذه الثلاث كليات ويسعى لتأسيسها. كان عملية التأسيس كما قلنا عملية متدرجة، يبدأ القوة الطلاب صف أول. يمكن دكتور حسب ما هسه قد أتذكر يمكن كان الأول عام، يعني صف أول يداومونه عام. أيه. وبعدين يختارون كليات، يأخذوا محاضراته في كلية الطب. أيه. أيه. فشغلوا هذه المباني وبدأت الدراسة. في أواخر 64 نشأت فكرة إنشاء كلية الزراعة. نعم. فأضيف إلى هذه ثلاث كليات كلية رابعة. وفي نفس السنة أيضا جمعية الاقتصاديين كان عندها معهد اسمه معهد المحاسبة. نعم. أرادوا أن يلحقوا أيضا في جامعة الموصل وفي دائرة نائب الرئيس، فوافقت الجامعة على هذا الطلب فانضم المعهد إلى الجامعة وشغل مباني اللي كانت تشغلها كلية العلوم، البلوك الأول البلوك الثاني. أنا أتذكر لما التحقت بهذا المعهد كنا نداوم بالطابق الثاني. نعم. كنا الطابق الثاني وكلية العلوم يداوموا بالطابق الأرضي. نعم. وكان دوام المعهد بعد الظهر. نعم. حتى لا يصير تضارب. نعم. فإذا بدأت تسير العملية في سنة 64 بهذا الاتجاه. في سنة 65 أنا تخرجت من مصر وجيت كان عندي شهادة ماجستير بالقانون للتعيين. حقيقة كان طموحي في البداية أن أتعين في بغداد في كلية حقوق بغداد، لكن عميد كلية حقوق في بغداد نصحني قال لي إحنا نحتاجك في الموصل لأن يحتاجون أستاذ قانون وأنت موصلي وهذه الأولى تروح هناك. فأخذت أوراقي وجئت إلى الموصل وما كنت بعد لما تعرف على دكتور نجيب خروفة. فذهبت إلى الأستاذ عبد المجيد النافوسي. نعم. كان هو كان يشتغل في معهد المحاسبة ذاك الوقت وفي مدير بنك كذلك. نعم. فعرضت عليه الفكرة فرحب وأخذ التلفون واتصل الدكتور نجيب قال له يا وجانا جانا أستاذ راح يبلي لنا اختصاص القانون لقطة اختصاص القانون. فقال لي فرحب الرجل بالتلفون وقال خليه يجي. فذهبت إلى الدكتور نجيب خروفة في دائرة نائب رئيس الجامعة. أول لقاء. إيه وكان سكرتيرته سهير الجادل. سهير الجادل إيه. فدخلت عليه فالرجل رحب بي وقال لي تبني الموصل وإحنا محتاجيك فعلا لأن اللي درس هذه المادة محاضر للمحاكم أستاذ صابر العمري الله يرحمه. رحمة الله. فإحنا بحاجة ما سلك. وفي نفس اليوم أعطاني طلب حاجة وزودني بكتب لأن الأمر يصدر التعيين من بغداد. وكتاب آخر إلى وزارة الدفاع يطلب تأجيلي بخدمة الاحتياط. ذهبت إلى بغداد كملت كل أوراقي عاد وزارة الدفاع مدير الإدارة هكذا
قال لي شوف أنت أنا أحتاجك يمكن مدرس بالكلية العسكرية. فأنا أقول لا ترعى جامعة الموصل، إحنا ناخذك ضابط عندنا وتصير مدرس بالكلية العسكرية. كانت غير مسار حياتك. قلت الأستاذ أنا هاي رغبتي وجامعة الموصل هي محتاجتني، فيعني قال مصلحة البلد فوق مصلحتك أنت. أرفض، رفض تأجيلي. قال لي أنت تلتحق بالجيش بفلان تاريخ كذا. فرجعت الدكتور نجيب قلت له دكتور ايش قراتي؟ قال لي راح اخلي الدكتور عبد العزيز الدوري يخاطبهم لانه بدرجة وزير منصب اعلى. فكتب الدكتور الدوري قال له هذا الرجل بحاجه ماسه الى خدماته، فرجعت توسطنا في وزاره الدفاع. فالدكتور الدوري كتب كتاب الى وزاره الدفاع ياكد حاجته بالخدمات، لكن الرجل كان راكب راسه وقال لي ابدا تبقى انت وتلتحق بالخدمه العسكريه وابدا ما اتخلى عنك. نعم. فرجعت دكتور نجيب وانا يعني مصاب بخيبه امل. اي قال لي والله انا عجزت وما بيدي سلطه بعد اكثر من هذا، انت ايش تعمل؟ قلت له والله انا عنيد، انا لن ارضخ لاراده هذا الشخص. حاول مرتلك. سأحاول مرة أخرى. لحسن الحظ في ذلك الوقت صار تغيير وزاري وجاء عزيز العقيلي وزير دفاع. هذا هو. ورئيس أركان جيش كان القطان. فرحت على القطان أرسلونا سعيد القطان. سعيد القطان قال مصلاوي يعني كان قائد القرار. قال لي هذا هو، هذا هو ابني أنت قائد الشعب. بعث علي له هذا. قالوا انت ايش مكلم بيه؟ جامعة الموصل تحتاج وبغداد خاطبك وهو الرجل ما يريدنا، ما يريدنا ما يريده. ما بالزور. حلو. قال له هذا هو سيدي، تعرف الجاي. ايه مقاله وامر. ايه. فاخذ بيده وطلعنا. قال ابن الملاح انت ايش عملت به؟ انا قلت اعملك ضابط وبالكلية العسكرية، دروح من الموصل وعلى الموصل. ايه فجيت للموصل وصدر تعييني سنة أواخر سنة 65 وداومت معهد المحاسبة. نعم. معهد المحاسبة لأنه كان هو معهد أهلي ومعظم طلابه كبار بالسن ومسائي موظفين، كان عندهم مداخلات كثيرة مع المحاضرين والمدرسين ومشاكلهم كثيرة، واحد ينقل حكي للآخر واحد كذا. فكل شهرين ثلاثة يتبدل مدير للمعهد وبعده يستقيل يجي غيره. آخر واحد كان أتذكر النافوسي عبد المجيد كان مدير المعهد. الرجل ما ظاله شهرين وقدم استقالة، لكن وهو يقدم استقالة بعث لي كتاب شكر، الوحيد بين التدريسيين كتب لي كتاب شكر واستقال. بعد فجأة دكتور نجيب بعث عليه وكان مضى على تعييني ثلاثة أشهر. قال لي شوف شوف دكتور أستاذ هاشم، هاي الجامعة كلها بكل مشاكلها ومتاعبها من جانب وهذا المعهد من جانب آخر همه كبير. وهذا وجع رأسي. وأنا يعني جربت كل الموجودين وما ما قيدرون بشكل جيد، فأنا عندي حل. هذا الحل أنت الوحيد اللي تعينت وما حد اشتكى منك وسيرتك محمودة، فأنا راح أعينك معاون مدير المعهد وأعين نفسي مدير المعهد وكالة. لكن نعم. أنا شغلي كثير. أنا أقرأ عليها مدير معهد قلم غلط يعني أجاب ما بالك. أجاب الوالد على هذا المركز. أنا شغلي كثير أثاري. راح أعين نفسي مدير، لكن في نفس اليوم راح أصدر تخويل لك أنه تملك صلاحيات المدير. فأنت صحيح جميل. حتى تمشي لأنك الأمور بعدك يعني شباب شكل صحيح قانوني. أنت معاون لكن واقع الحال أنت المدير وما أي صلاحية مدير. كبيرة. ما أي مدير، أنت رئيس نائب رئيس الجامعة هو ويقف وراك ويسندك. وعند ذلك أنت راح يكون مركزك قوي قوي. فتوليت إدارة المعهد وفعلا نجحنا في أن نطبق النظام في المعهد، نطور العملية التدريسية فيه، وعملنا الدراسة به بعد ما كان السنتين عملناها ثلاث سنوات. وكنت أخطط مع دكتور نجيب أن نحوله إلى كلية تجارة
نعم نعمل 4 سنوات دراسة. نعم. ويجيب لنا أساتذة من مصر ومن بلدان أخرى بحيث الكادر التدريسي يكون أقوى، وبالتالي يصبح كلية تضاف إلى ممتاز. الكليات الخمسة الموجودة فيصير الكلية السادسة. لكن الأمور ما راح تمشي بهالاتجاه، لأن بعدها راح يصير تغيير لما تأسس جامعة الموصل. في هذه السنة أيضا تأسس سنة 66 تأسس كلية الآداب. نعم. فأيضا جاء دكتور عبد المنعم رشاد من بغداد وعامر سليمان وبدأوا يأسسون كلية الآداب، فأصبح عدة في سنة 66 7 مؤسسات جامعية يديرها دكتور نجيب خروفة، اللي هي الطب، الهندسة، العلوم، الزراعة، معهد المحاسبة، ثم الآداب. الآداب. إحنا صار عندنا 7. ستة. لا 7. نعد من الجديد. نعد من الجديد. طب. صيدلة. 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 أيضا أسست كلية الصيدلة وكل بعمادتها الدكتور عبد الفتاح الملاح. نعم. فأصبح عندنا 7. سنة 67 في الشهر الرابع بدأت يدور كلام أنه يابا هذه صارت جامعة بعد وراح تعطى استقلال معنوي ومادي كامل وتصبح جامعة مستقلة عن جامعة بغداد، وهذا ليس فقط بالنسبة للموصل إنما للبصرة أيضا. أتذكر في أحد الأيام كنت برئاسة الجامعة أراجع، فشفت همس بين الموظفين أنه سيتم تعيين رئيس جامعة جديد، وأن هناك همس أنه احتمال يتغير دكتور نجيب خروف ويجي شخص آخر بمكانه. فأنا حسمت الأمر بلا أتكلم، دخلت على الدكتور نجيب سلمت عليه، قلت له دكتور أنا أسفعت هذا الهمس أشت حقيقته، فابتسمك شوية كان مكتئب، قال لي صحيح، قال لي تقبل يا دكتور هاشم، أنا بعد كل التعب والتأسيس والعمل أكو تدريسيين أو إداريين بعد معروف أن الاتجاه تعيين دكتور جليلي رئيس جامعة، بدي يكتب الرسائل للدكتور الدوري يشتكون مني وينتقدوني حتى يأمنون خط رجع لهم لما يجي رئيس جامعة جديد. والحقيقة أنا كنت عندي معلومات بس ما رد أقهو يعني، فقلت له والله صحيح أستاذ هاي قلة وفاء. قال لي هذا واقعنا، بس قال لي أنا أعتقد محمود الجليلي راح يكون هو رئيس الجامعة. نعم. وأنا أديت دوري وراح أرجع إلى بغداد في كلية الهندسة. وفعلا هو يعني صدر مرسوم جمهوري، نعم، رقم 14 بتأسيس جامعة الموصل باعتبار مو 1/4/1967. وفي نفس اليوم أيضا صدر مرسوم تأسيس جامعة البصرة. يعني غدا الذكرى 1/4. وبالتالي هذا الرجل المؤسس أنهى دوره، أسس جامعة الموصل وصدر قانون جامعة الموصل. صار شهر يعني على ميلاد الجامعة. زين. وصدر شهر. أمر تعيين رئيس جامعة جديد اللي هو الأستاذ الدكتور محمود الجليلي. فكان أول رئيس جامعة يتولى إدارة الجامعة بعد أن قام الدكتور يعني خروفة بعمله على مدى أكثر من 4 سنوات، فأسس لنا هذه الجامعة اللي أعتقد أنها عريقة وتعتبر من أفضل الجامعات العراقية، لأنها أسست بجهود مخلصة يقودها دكتور دجيب، ويقف إلى جانبه نخبة حقيقة من أبناء الموصل المتفانين اللي كانوا أغلبهم متخرجين من جامعات عريقة بريطانية وأمريكية وألمانية ومصرية، ونضاف إلى مجموعة من الأساتذة العرب والأجانب من مصر وكل مؤهلاتهم عالية جدا. كانت الموصل وبالتالي قامت جامعة الموصل على أساس متين جدا جدا، وجاء من بعده ليكمل البسيرة ويصعد بها درجات
إلى أعلى فأعلى فأعلى. الحمد لله. مثل كلمة طيبة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. أستميحكم عذرا عند هذه النقطة لننتقل بعدها إلى موضوع جديد من حياة المرحوم نجيب خروبة. لدينا فاصل قصير ونعود. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود وإياكم ومع ضيوفنا الأعزاء. أعزائي المشاهدين، عدنا وإياكم ومع ضيوفنا الأعزاء. نعود مرة أخرى إلى ابنة نجيب خروبة ست زهير. الآن تشكلت جامعة الموصل، صح، والمرحوم محمود الجليلي أصبح رئيسا، هو رئيس جامعة، صح. أين عاد المرحوم نجيب خروبة؟ بعد استحداث جامعة الموصل و وضع الدكتور محمود الجليل كأول رئيس جامعة، عاد الوالد إلى بغداد كأستاذ في جامعة بغداد قسم الهندسة المدنية. رجع لبغداد. رجع لبغداد، يعني نعم. بالأصل هو هنوكة. نعم. فمن 1967 إلى 1971 كان أستاذ، نعم، هنوكة. وبعد فترة من الزمن هو الحقيقة كان سافر إلى عمان في مؤتمر أو لقاء معين، والتقى بالدكتور عبد العزيز الدوري. نعم. ودكتور عبد العزيز الدوري يعني رحب بينه وقال له: دكتور أنا أعتذر، يعني أنا كان لازم أنت تكون أول رئيس جامعة، بس وصلتني فد خبرية معينة وتبين فيما بعد أنه غير صحيحة. قال له الوالد: ما مشكلة، المهم هي الجامعة مشيت بطريقة وتأسست وهذا، وأنا عملت اللي علي والحمد لله. الحمد لله. وبعد هذا الوالد فكر في استحداث قسم الهندسة الزراعية، لأنه كان بالهندسة المدنية، وانتخب بالإجماع كرئيس لقسم الهندسة الزراعية في جامعة بغداد بكلية الهندسة، وكان رئيس من 1971 إلى 1975. يعني هو الذي أنشأ، أيه، الهندسة الزراعية. أي بالضبط. نعم. فكان أول عميد لكلية الهندسة في الموصل، وأول رئيس قسم للهندسة المدنية في الموصل، وأول رئيس قسم للهندسة الزراعية في بغداد. نعم. وفي 1975 أو 76 تم اختياره في منصب مدير عام في وزارة التعليم للإشراف على التعليم الهندسي في العراق. ما تمام دكتور؟ نعم. اسمحي لي هذه شوية أوضح فيها. هو حقيقة قبل هذه، هو لما كان رئيس جامعة، نائب رئيس جامعة بغداد في الموصل، في سنة 66، الدوري سافر إلى خارج العراق، فوكلوا أن يكون هو رئيس جامعة بغداد وكالة، أكيد، إضافة لمنصبه بالموصل. فإذا هو كان يتمتع بثقة عالية من قبل الدكتور الدوري في هذه المرحلة. عشرة أشهر بالضبط. نعم، هو تولى بها رئاسة جامعة بغداد في الموصل. قليلة. ما كان مركزه في الموصل فقط نائب رئيس جامعة بغداد، وإنما رئيس جامعة بغداد نفسه وكالة. نعم. فهذه مسألة يعني لابد أن جميل جدا. هي ما يعني ضمن الوثائق اللي ما أنا سيرته يعني العلمية بالإنجليزي موجودة، بس بعدين من قدرت شيء دكتور عبد العزيز الدوري، حكيت له الدكتور عنده حقبتين من الزمن هو رئيس جامعة، بيناتهم أكو جاب اللي هو الوالد كان، نعم، وكالة، بس ماكو، نعم، معلومات عن وكلاء رؤساء الجامعات. نعم. أو نعم. شيء يعني ليش أقول أكو شغلات يعني، نعم، مفقودة. وهاي المعلومة مكتوبة بخط الدكتور نجيب خروبة باللغة الإنجليزية. نعم. فشافتها. فأنا يعني لقيناها بين السطور. المرحلة الأخرى حقيقة، وهي الأقدار هكذا تعمل. أنا سنة 77 لما المشاص أصبح وزير تعليم عالي، نعم، اختارني أنا أكون مستشار وزارة التعليم العالي، نعم، وبدرجة وكيل وزارة. نعم. فلما التحقت بعملي بالوزارة
كان أكو بغداد مجموعة مديريات أنا مسؤول عن توجيهها وإدارتها. إحداها مديرية عامة عندنا بالوزارة هي مديرية المباني والإنشاءات. نعم. عقدت اجتماع للمسؤولين المباني والاجتماعات في الكليات والجامعات، وإذا بي أتفاجأ يحضر ممثل عن جامعة بغداد دكتور نجيب خروفة. فسرني طبعا هذا اللقاء، وبدأنا نناقش القضايا الأمامنا في جدول الأعمال. بعد ما انتهت طلبت من الدكتور نجيب أن ما يغادر يبقى معي، فغادر البقية. فقلت للدكتور هذه أحسن فرصة نلتقي فيها ونعمل سوية مرة أخرى، فأنا أقترح أن تكون أنت مدير عام مديرية الإنشاءات والمباني في الوزارة. جميل. وتتولى هذا العمل لأنه أنت خبير، أنت مؤسس جامعة البوصل، أنت هذا الإمكانيات اللي تمتلكها، هاي فرصة. قال لي من يعينني؟ قلت له والله أنا راح أرفع اقتراح للوزير والوزير يعينك. حلو جميل. قال لي زين إذا عينني أنا ارتباطي بمن؟ قلت له والله أنت مدير عام، يعني ممكن ارتباطك بالوزير ارتباطك به، لكن سياق العمل الإداري ارتباطك معي، وإذا طلب الأمر نروح للوزير. قال أعطيني فد 4-5 أيام بفكر. فبعد أنا مرة هو نزلت للوزير حكيت له الموقف كله. قال يا خوش اجتهاد هذا، ننتظر جوابه. ففعلا جاوبني بعد 4 أيام، قال توكل بالله أنا موافق. فذهبت للدكتور المشاط، قلت له الرجل وافق وهي فرصة. قال هذا فعلا صدر أمر تعينه مدير عام في الوزارة. أتذكر الرجل لما داوم في الوزارة كنا أنا وهو بنات أشون علاقة الابن بأبيه طبعا، فكنت أنظر له أنه مركز أبوي، وبعدين هو أول رئيس لي وهو عيني بالجامعة. فلما تحصل قضايا تحتاج نقاش أو مداولة أو كذا كنت أجمع الأوراق وأخابره وأقول دكتور نجيب ممكن أشرب قهوة عندك؟ فيرحب بي طبعا. تبقى دكتور هاشم والله ما مجاملة، تبقى القيم إيه؟ يعني اللي نلتزم بها، وانت هاي رؤيتك وانت في مركز مستشار الكرسي ما تغير. احترام الاكبر سنا. احنا تعلمنا من زمان ان الانسان هو يصنع الكرسي، ما الكرسي تصنعه. اللي تصنعه الكرسي هو لا شيء. والله تمام. فدكتور نجيب انا كثيرين يعني من الناس الرواد الاوائل اللي اسسوا الجامعه كانوا من هذا النبط. فكنت اصعد عند الرجل ويبعث لي على قهوه، ثم افج اوراقي وابدا اتحاور معانه. فانتبه قال لي شوف دكتور هاشم The business is business. بالإنجليزي. العمل عمل. المفروض أنت لما يصير عندك مداولة وشغلة خابرني أنا أنزل ونقعد نداول بيها، ما تطلع أنت عندي. وهكذا عملنا سوية في الوزارة بروح الفريق الواحد، نتكامل مع بعضنا. وأتذكر أيضا كان معنا الدكتور الدكتور جميل الملائكة، كان مدير التعريب، مدير عام التعريب. فالتقينا نحن الثلاثة في هم واحد وهو خدمة الوزارة. أنا لم أبقى بالوزارة كثيرا بعد هذه التواريخ، فلوجود خلاف حصل بيني وبين الوزير عصام عبد علي، فقدمت طلب للسيد رئيس الجمهورية يعني إنهاء تكليفي وعودتي أستاذ في جامعة الموصل. في هذه الفترة حقيقة المجمع العلمي شكل هيئته الجديدة، فأتذكر احنا رشحنا في ذلك الحين دكتور نجيب خروفة ان يكون عضو في المجمع العلمي العراقي، وكذلك جميل الملائكة. صح. ومن هنا سينتقل الدكتور إضافة لواجبه بالوزارة الى المجمع العلمي. انا قبل ان اغادر بغداد عائدا الى الموصل اتذكر ان دكتور نجيب خروفة اقام دعوة عشاء تكريما لي، وحضرها طبعا كثير من الأساتذة والأصدقاء والأحباب، وكان لقاء جميلا عبر عن روح المحبة والوفاء بيني وبين هذا الرجل النبيل. نعم. نعود مرة أخرى إلى ست سهير. نعم يعني
المرحوم نجيب خروفة رجل علم، ترك مؤلفات، ترك ذخيرة علمية كبيرة. طبعا أكيد. نعم. أكيد. هو الوالد بعد ما تعين في مجمع العلم العراقي، وكان حقيقة كثير سعيد لأنه هو منصب يعني من طبعاً أهم المناصب في ذلك العلمية في ذلك الوقت. لا ينال هذا المنصب إلا ذو حظين عظيم. بالضبط. أي. وكان يعني الموجودين أيضا في المجمع العلمي كلهم علماء، فمكان علمية كبيرة. نعم. كان معانا أيضا دكتور أحمد سوسة اللي هو من أول علماء الري، يعني ناس سعمية مواليده. وكثير كان هو معجب بينه الوالد، وكثير من المدراء أو اللي يشتغلون بالري يقولون الدكتور نجيب خروفة هو خليفة لدكتور أحمد سوسة والدكتور مهدي حنتوش. نعم. يعني في مواضيع الري وتصاميم السدود وهالشغلات اللي في العراق بشكل عام. وبالمناسبة قبل أسبوع أيضا قدمنا حلقة عن أحمد سوسة. أحمد سوسة يعني قد طلع أسماء عدة مرات. بعد هذا يعني بعد ما خرج من مهام مدير عام تنظيم التعليم الهندسي في الوزارة، عاد الوالد إلى كلية الهندسة لإكمال مهامه بتدريس المواد العلمية في قسم الهندسة الزراعية والإشراف على طلبة في الدراسات العليا وإكمال البحوث. وكان له من أخذ شهادة الماجستير في هولندا هنالك معادلة تسمى خروفة إكويشن، وهي تدرس في الجامعات العالمية يعني على صعيد العالمي ومعروفة. وله العديد من الكتب اللي ألفها، أهمها هندسة المساحة المستوية بالإنجليزية، اللي هي وهو من كان البكالوريوس كان عنده ولع بالمساحة وعنده جهاز معين. وأيضا تصميم إنشاءات الري بالإنجليزية، النومراغرافيا بالإنجليزية، المعادلة اللوغاريتمية لتصريف الجداول بالإنجليزية، وكتاب ري العراق بالعربية، وكتاب الري والبذل في العراق والوطن العربي باللغة العربية. والكتاب الرابع هو تصميم منشآت الري بالعربية، وهذا الكتاب مع الأسف لم يسعفه المرض بأن ينهي هذا الكتاب، لأن أنا أتذكر يعني هو بعد ما أحيل إلى التقاعد سنة 86 بسبب بلوغ السن القانوني كان يشتغل بالكتاب، مو بال 86 يمكن بعدها بالتسعينات، وكان يريد إتقان بشكل ما طبيعي، يعني يريد يطبعه بإيده ويريد يرسم الرسوم بإيده، يعني أنا بنته والله ما تقاسم، يجون يساعدونه الأحفاد ويساعدونه الأولاد، ما يقتنع، يعني كان كلش صعب أنه يرضى يريد إتقان بشكل كامل، وما تقيك من هذا الكتاب، مع الأسف هو كتاب يعني مضمونه جدا مهم. وكان مشرف يعني استشاري في كثير من المكانات، وكثير من الأشخاص ذكروه بأنه يعني أكو دكتورة سعاد العزاوي ذكرت موقف أنه كان أكو اجتماع نذكره بشكل سريع، وكان بينه كثير من 600 شخص من الأشخاص اللي لهم مكانة جيدة عالية لمناقشة بناء مدينة للعلماء والمفكرين في الثرثار. المهم عرضوا المشروع والهذي وقالوا أي تعليق، تفضلت دكتورة سعاد العزاوي تقول أنا كنت صغيرة يعني متخرجة دكتورة بال91 من جامعة كولورادو، فقلت لهم أنه هذا الموقع ما يصلح أن تبنى عليه مدينة، الأرضية مالته أو الأسس مالته صخرية وتحت منطقة رخوة وإحنا قد نحقنها بالكونكريت، يعني ليش نختار بهالمنطقة، يعني هاي مكلفة وما اقتصادية، فيفترض أنه تفكرون بهذه الشغلة. يعني يقول الشخص المسؤول عن الجلسة دحق عليها يعني أوكي، بعدين قال أكو أحد يأيد هذا الكلام، فالوالد ظهر رفع إيده فقال له تفضل دكتور نجيب، كان شخص معروف كاستشاري. نعم. الموجودين يعرفونه ومبين كبر السن يعني بوقته عمره أكيد حوالي 70 سنة، فقال دكتور نعم أنا أيد الدكتورة وكذا كذا، شرحها بشكل موجز وعلمي، فاقتنع الجميع قالوا إذن نرفع التوصية بتغيير المنطقة، فهي ذكرتها الحقيقة كحادثة. نعم. وكان يعني الحقيقة هو شخص يؤخذ بكلمته في أي اجتماع في أي منصب، كان يشرح بطريقة علمية بحتة، وكان عنده عملية الارتجال وكان يحفظ الأرقام، يعني أحد أحفاده حكالي قال لي يعني بالليل هو منيم يقعد بنص الليل، يقول مرة مرتين شعرته يقوم ويجي يفتح كتابه ويأمل، جيت وجدته أشني الشغلة، قال والله أشياء أتذكرها يعني أقعد أكتبها لا أنساها، يعني بالتأليف من يألف يعني كلمة بكلمة هي من عنده، مو ينقل منها الكتاب كان مثل ما يرقعون الموجودين. فكان يعني كلش حريص أنه يكتب الأشياء وحسب ما يتذكرها. ويقول ابن أخويا أنه كان حافظ، يقول تعجبته يغتلي بدون لا ورقة ولا قلم، حافظ المناسيب
المياه الجوفية، الووتر ليفل، الشغلات في كل العراق، في كل منطقة، هالنهر وهالنهر وهالخزان وماكسيموم ليفل. يقول تعجبتوا يعني ما شاء الله علينا. وطبعا له عدد كبير من البحوث. إذا سمحتين هو إضافة لكل هالإنجازات العلمية والبحثية، هو إنجازات في تكوين أولاده. أظن كلكم مهندسين متميزين. فقط وحدي يعني العائلة هندسية. لا إحنا خمس أولاد. أخي الكبير سهر دكتوراه بالهندسة المعمارية مواليد 52، أنا مواليد 57، ماجستير هندسة بيئة. أختي هندسة مساحة سنة. أختي الأخرى هاي بس شابة عن هذه، سلوى صيدلانية. وأخي الأصغر هو أحمد دكتوراه في هندسة، هو بالحاسبات اختص بعدين يعني اللي خارج القوس لا نقول شذوذ، بس أختي هو الصيدلة. كل أسرة علمية وإحنا كنا يعني مبدعة. المهم أنه هذه الأسرة يعني علمية، وهذا ما يعني الحقيقة يعطي يعني بعد نظري وبعد واقعي وعقلي لتكوين هذا الرجل، كيف كون هذه الأسرة وكيف صار بمسار حياته. وكان يعطينا الحرية في اختيار الكلية، يعني أنا وأخوي الصغير من الأوائل على العراق، وأنا معدلنا بسهولة ندخل أي كلية نختارها من الكليات. دخلنا هندسة، ما دخل إطلاقا، يعني كل أشغيد يدخل يعني حبا بالهندسة له لأنه الوالد مهندس. والله أنا بسبب ظروف معينة تزوجت وجيت على الموصل. كنت أغيد صيدلة، ماكو صيدلة. قلت له يلا أغيد أدخل كلية بحيث أجيد اللغة الإنجليزية، وأنا أصلا كانت لكنتي جيدة لأنه رجعنا من أمريكا عمري 5 سنين. أكيد وتعلمت. قال لي بنتي ادخلي الهندسة كله إنجليزي وهاي هم كلية هذه. والحمد لله يعني كنت ثالثة على الدورة مالتي. المهم هذا الرجل تصلح سيرته تكون نموذج يقتدى به من قبل الأجيال الجديدة. يعني والله هناك مقترح وأنا دائما أردده في كل حلقة، أقول هناك لدينا أعلام، والأعلام يجب أن لا يغيب عن الذاكرة من خلال إقامة شواخص لهم، إقامة نصب وتماثيل لهم. هذه الجامعة تزخر، هذه الجامعة مو نمنا وصحينا وشفنا جامعة أمامنا، هذه قامت على أكتاف علماء، أكتاف رجال. علينا يا رئيس الجامعة، يا رؤساء الجامعات اللي توليتم رئاسة هذه الجامعة، أن تعطوا الرجال حقها. يأتي يوم أيضا أنتم تخلدون، ونطالب أيضا وتطالب الأجيال بنصب لكم، أن يكون نصب لنجيب خروفة، أن يكون نصب لمحمود الجليلي، أن يكون نصب لدكتور عمر الطالب، أن يكون نصب لفلان وفلان، ولكم مديد العمر والصحة والعافية إن شاء الله. هو حقيقة الأمم المتقدمة في العالم ليش تحتفل بعظماء؟ ليش تكرمهم؟ حتى يكونون قدوة للجيل الجديد يقتدي بهم. دكتور جامعات أوروبية ويبني على منوال جامعات أوروبية وأمريكية وبريطانية، تماثيل رؤوس التماثيل لشخوص علماء العرب. نعم صح صح. ونحن لا نحتفي بعلمائنا. فعلا. والله هذه هذا مأخذ علينا، ولهذا يستهين العالم بنا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أشكرك. الوالد كان هواياته هو التصوير، كان يجيد التصوير والتحميض، يعني عندنا غرفة بالبيت غرفة تحميض الصور، غرفة مظلمة. وكان يحب استماع للموسيقى، يعني سماعات وأمبليفاير. وأخوتي طبعا نفس الشيء. الرسم أخوتي اثنين متلمذوا على إيد الله يرحمه أستاذ نجيب يونس، أو أخي الأكبر يعني التلمذ على إيده، لهذا رسم أستاذ نجيب يونس لوحتين لجدي ووالدي مضيئة في حياة هذه العائلة. وكان يخط، يعني بآخر عمره عجبه الخط وبالهذه، وحكيت لك أنه قصيدة كتبت لأختي وهو خط بإيده، يعني موجودة بخط والله إيده. الوقت لا يتسع، كنا نتمنى. لا يسعني في هذا اللقاء وقد أزف الوقت، إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لأستاذي الكبير الأستاذ الدكتور هاشم الملاح، الذي اقترح علي هذه الحلقة الكريمة، والتي فتحت لنا إضاءة جديدة لعالم جليل ولأستاذ ومؤسس لهذه الجامعة، التي قد لا يعرف حتى أساتذتها من هو
نجيب خروف مع الأسف. بارك الله فيك. وشكرا. كلمة أخيرة تسمح لنا لولا؟ والله الوفاة. توفي العلامة نجيب خروفة في مدينة الموصل عن عمر يناهز 86 سنة، وكان همه الوحيد عندما كبر في السن مكتبتي ما هو مصيرها، وكان يقول ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يعني كان يحب أن يكون بنفس نشاطه. الله يتغمد برحمته. الله يرحمه. وذكرونه كثير في يعني أنه كان يعني كلام كلش مثل مدح، وكل طلبة يذكر منه كان هو تعامله أبوي مع طلبته وكان حنون معهم. أكيد أكيد. كما لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير. أهلا بك لك سيدي. أحنا نشكرك. نشكرك. الله يخليك ويطول عمرك. الله يحفظك. ورحم الله الأستاذ العالم الجليل. الله يرحمه ويبارك بكم. أشكركم. ونشكر قناة البوصلية أيضا على رعايتها لهذه النشاطات. بالضبط. وإبرازها لها. والله هو هذا دور الموصلية. بالضبط يجب. نعم. عندما تحتفي بقاماتها. بارك الله بكم. أعزائي المشاهدين، هذا ما يسمح لي وقت البرنامج. في ختام هذه الحلقة وأنا أشكر ضيوفي الأعزاء، لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكم لحسن إصغائكم ومشاهدتكم هذه الحلقة، وأتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى مؤسسة تطوع معنا التي أتاحت لنا تصوير هذه الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.